نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. قال انتبه ايش قال اليوم باش نحكيه على الانتخابات الأمريكية ولكن من منظور آخر بعد ما خرجت نتيجة الانتخابات فما برشا من أنصار بايدن بالطبيعة فرحانين وأنصار ترامب اللي كانوا متغشين هذا مش كان في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في الخارج زادوا وفيهم ناس حتى هكا فنانين ولا حتى ديزاماتور اللي يحبوا يغني وعملوا إغنيات وبينتهم الفنانة الجزائرية فلة موجودة حاليا في باريس وعملت إغنية فرحانة برشا بفوز جو بايدن على دونالد ترامب. Welcome, Mr. President. We've been waiting for you since a long time just to change our world, make it better, and we want you to be. Voilà, la hadi ghnayatha bilonglais. Hadi toutes les places. لأن جايينها توتس لي بلاس بالحق جايينها بالحق توتس لي بلاس. هذه الفنانة فلة الجزائرية اللي قالت أنا فرحانة ومشى ترامب ومشى معاها كما نقولوا اللعنة على العالم الكل حسب كلامها هي. شنو رأيكم في لا عاد كملنا الليستة كلها عند بعض. لا لا هي فلة الوحيدة المشهور الأخرين تو تشوفوا بعض أغنيات دي باغودي نتاع أغنيات أخرين. فلة معناتها شو دخلها إياد ما فهمتش فلة. وعلاش كي ينتخبوا قيس سعيد ما غنيتش أغنية مثلا. سمعتش بيونسي غنيت على سمعتش ريانا غنيت على ترامب ولا على بايدن سمعتش دريك غنى حتى حد فلة الانتخابات الأمريكية يحلوا البريوديني ظهري الانتخابات الأمريكية عندها تداعيات على خاصة على منطقة الشرق الأوسط الكل وشمال أفريقيا احنا دول هذه الكل ذيك علاش فما زادة شكون عاملين غنية باغودي متاع غنية تعرفتها على الدلعونة دلعونة هذيك غنية المشرقية الشامية بدلوا لها كلماتها بعد ما خرجت النتيجة يطرم بالأزعر يحرم حريشك هيات وبيدن نتفلك ريشك يا ترامب الأزعر هو راهو الأزعر مش أزعر كم باللهجة الشامية أزعر معناه كلوشار يعني حاجة خايبة مش على خطر هو أشقر وبعد قالوا أنت الأشقر هذه واحدة من الغنيات اللي سبا أشقر للأزعر أزعر الأزعر معناها معناتها ظهر لي فلسطينيين اللي غنيوا بقى نفهمهم فلسطينيين خلاف الفلة معناتها نفهمهم مش عارش تفهم فلسطينيين لا لا لأنه الفلسطينيين معناتها ترامب ما تمشيت فلسطين رجع لا كانت عندك علاقات خليك من جامدتو نفهم مش ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس ترامب هو اللي دفع عدد من الدول العربية للتطبيع وموقفه من القضية الفلسطينية كان منحاز تماما للكيان الصهيوني وكان اوفرتومون ضد الفلسطينيين دونك نفهم الفرحه نتاع الفلسطينيين ما تستنيوش بلاي من رئيس الولايات المتحده الامريكيه باش يقف مع الفلسطينيين معناتها بلايزي وبلا لا لا صار تغيير لا لا صار تغيير مثلا حتى رئيس اللي عمله ترامب مع الفلسطينيين ولكن اللي عمله ترامب ما عمله حتى رئيس امريكي منذ بدايه الازمه الفلسطينيه وانحيازه ما صارش قبل ما تعرفش يعملوا كي تجي الكوره معناتها فيها فلسطين شو يعمل يا يخليها عنده الكرة ما يعمل شيء يا بامبي ويمركي واحدة منهم أما منه بشي مع فلسطين هذا مستحيل احنا على الأقل ما يعمل شيء اي ما يعمل شيء اي ولا أضعف الإيمان صحيح ولا هذا بالنسبة للفلسطينيين فما ناس أخرين عندهم شعر فلسطين فما شعب آخر أنا الوالد متاعي يسميني إياد بشي عايتولو أبو إياد فهمتك ابن أبو إياد يعني انت باش نحكيو على شعب واحد اخر يتهموا برشا نتائج انتخابات يسمعنا كل صباح نحب نحييه ونقول نحبك برشا ربي فضله لك ياد هو ربي فضله لك فما شعب اخر يتهموا برشا نتائج الانتخابات الامريكيه كما الفلسطينيين هما زاد الايرانيين اللي كما تعرفوا السلام والعقوبات اللي عملتها الولايات المتحده الامريكيه على ايران واللي كانت باش تتحل شويه في عام 2015 وقت اللي جاء ترامب عاودت سكرت مره اخرى فما برشا عقوبات عليهم هذاك علاش فما فرقه موسيقيه اسمها داسانداز إيرانية عملت غنية هي باغودي لغنية مستر فيغاس بولاب وقالوا فيها باش نسمعكم إكستري وبعدها نترجم لكم خاطر هي الغنية بالفارسية قبل ما تترجم لنا بالله جوست قبل ما تعرف الإيران ما تعرفش فاش قاعدين يغنيوا باش نترجم لكم شنو قاعدين يقولوا ظهرت لي غنية لاتينو أكثر منها هي غنية خاطر باغودي هي متاع غنية أخرى قالوا أيدينا مرفوعة بالدعاء شنو يحصل في أمريكا ماذا سيحصل هي غنية دعوة للأمريكان باش يصوتوا مليح
المسيح يقولوا لهم أعلموا أنكم من تنتخبون يغيروا حياتنا كما تعلمون. يقولون إن فاز هذا سيهبط الدولار، وإن فاز ذلك سيتضاعف سعر السيارة، وإن بقي هذا فستكون أمور فوضوية. لا نعرف لماذا تؤثر علينا الانتخابات أكثر منكم، اقتصادنا في مهب الريح، لن نستطيع التحمل أكثر من ذلك. حتى لو أردنا شراء هاتف فعلينا انتظار خطواتكم المقبلة. لا نملي عليكم من تنتخبون، ولكننا نريد منكم أن تتذكروا أنه يؤثر علينا. هذو مجموعة من الشباب الإيراني اللي بلادهم بالحق متأثرة برشا على الأخر بنتائج الانتخابات الأمريكية. يعني هم اختاروا يسكروا على رويحهم زيادة، لا هم خاطر وصلوا اتفاق مع أوباما في 2015 وكي جاء ترامب تراجع عليه ورجع مع العقوبات على إيران اللي شيء خنقها اقتصاديا. هذايا في الانتخابات في ايران باش نمشيو لمصر. زوز غنيات عملوا مزاده، اي زوز غنيات في مصر عملوا هكا شويه ضجه في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات. زوز غنيات هما زوز يدعموا في ترامب وقت قبل الانتخابات. هذايا فنان اسمه مجدي، نسمعوا الباغودي. رجعنا للأماكن تطلي بلاس. هذية هي الغنية، هذية باغودي متاع غنية كنت اسمها اخترناه تعملوا تقبال على حسني مبارك. ترجموها حرفيا we chose him we elected him we trust him. هذه هي نفسها الغنية اللي عملوها دعما لي يا تونس في انتظار النسخة الهندية بعد الانتخابات في الهند اللي جاي. تولي أمريك حلوة حلوة فرحة أمريكا فرحة تونس. هذيك أغنية بتاع صوفيا صادق زادة. لا ما قلتش أغنية أخرى تعرفوا أكثر أغنية كانت تشهرت في الانتخابات المصرية هي أغنية حسين الجسمي واللي هي مشينا سيئة. عملوا كيفها بالضبط بشرة خير، بشرة خير عملوا كيفها باغودي بالضبط هي بيدها وهي داعمة لترامب. Go for people from Texas, don't ever be an excess emperor, the rinkins are just go and vote. I'm going to Pennsylvania. فلا سميهم الكل كما أنت سعيد وابن أخوك البور سعيد يدار عليهم الكل الولايات الكل في الولايات المتحدة الأمريكية سميهم في الغنية هذية Go and Vote. شكريوها في دروس الجغرافيا هما دعموا ترامب لغنية الزوز ولكن ربح بايدن. به غنية الجسمي تحبش تسأل حاجة إياد تحبش تعطي رأيك هما ديما يقولوا تعطي رأيك إياد لا لا شني عصمت يعطيك صحة أجور بارك الله فيك نقابل غدا في انتباهش.